نشرب البوخة تعمل الدوخة. ما قتلكش أختي علاش ما حبتش تاخذك؟ هكا المريول متاع الجيرة كذاك. بس مازل كلك ليتو يا خليفة، ما خليت شيء. تو فهمت انا الشيخ سيبوه ولا ما سيبوهش؟ ما سيبوهش، كان يسيبوه ولا يدخلوه للسيلون ندخلوا غادي ندقدقوا نباسي عليه، اما هما ما حبوش يسيبوه خايفين مني يا خليفه. ما بيناتنا ما عينيش باش نرجع الحبس، منهمش نخلي فاطمة واختي وحدهم، تمرمدوا برشا يا خليفة. فاطمة وسعاد كهو يزد عليهم السلمة توا. يزي يا خليفة يزي. وانتي وقتاش بتجيب امك وترجع تخطب؟ ربي سهل. او قال لك البشير شد بلاصة الشيخ. ما عنده وين يوصل بشير، الشيخ بتبيعته انتهى وفات حكايته، وبشير هذاك الجرو متاعه سبب الماء على اليدين، وين باش يوصل؟ قلبك زد عليه. ما عادش تعودها بقلبك ها؟ اش قولك؟ نغوروا على رزق الشيخ، الزريبه والمخزن والسلعه، نفكوا البلاصه ونوليو احنا نحكموا في الرباط الكل. يا خليفه نحنا ما نغوروش وما نفكوش. نحن بندية من قطعية، أما اللي يظلمنا رجوا حقنا بيدينا وما نرحموش. تربينا رجال ونقعدوا رجال يا خليفة. شو تعمل أنت هون؟ هذايا مش عوايد وجي لهنا. لا تهنى سولي كل يوم شوفوني لهنا، لأن ربي سهل. علاه؟ وراهيم حتى الكباريه الواحد جديد، جيران اسمه ديلو. على خلوته جاب فرخه بودورو قال لك ما عادش تساعدوني. والرقصات وينهم؟ الرقصات اشواق الله اعلم راوين، وكان في مجانات باش تعرس. شنو هي اش قلت تعاود باش تعرس؟ باش تعرس. منين جاك الخبر؟ اي باش تعرس، وشرطت عليه باش يجيب الرباط كامل بكبار وصغار باش يخطبوها.